ان شاء الله تكونوا مبسوطين ومرتاحين. معكم اونست من قناه اونست ارت، السيزون الخامس بكول اوف ديوتي، سيزون جديد وحركات حلوه وجديده. خلينا نشرح شو صار فيه بهالتحديث الحلو. اول شيء يا معلم، بدك تشتري الباتل باس لا يطلع لك هولي كلياتهم، اما اذا ما بتشتري بيطلع لك بس الاسلحه الفري. بدك توصل لهون لحتى في عندك اي ار وعندك اس ام جي بس هولي. خلينا نبرم شوي، اذا قلنا هذا الواحد اثنين ثلاثة اربعة لتطلع على الاي ار، يا اما بدك تروح واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة اربعة، يا اما واحد اثنين ثلاثة اربعة. فاذا يا بدك تروح اربعة هيك لتوصل على اس ام جي جديد، يا اما اربعة هيك لتوصل على الاي ار الجديد. الاي ار اسمه اس تي جي 44، وعندك الاس ام جي اسمه ستاتيك اتش في. طيب خلينا نشوف هالاس ام جي، لان ما في شيء غير الا سكنات في ايفنت بتبلش بعد سبع هاي ثواني دقايق ساعات ايام، بعد سبعة ايام بتبلش الايفنت. شايفينها سبعة ايام وصفر ساعة وست دقايق، يعني بعد سبعة ايام ببلش الايفنت. وفي كمان ايفنت هيدي اللي عنده البلاك اوبس في يعملها بعد لهلا، وفي الويك تشالنج بنشرح عنه ان شاء الله بالمقطع الثاني. في عندك قطع اسمه المورس، هيدي السنايبر حاشرح عنهم، وفي هيدا السكين ضايفينه لما تخلص الاسبوع الثامن، يعني بعد بكير جنازير وما جنازير. طيب خلينا ننتقل للباتل باس لحتى نشوف شو هن الاسلحه. فاذا اي ار عندك وعندك اس ام جي هول لهلا، ما بعرف اذا حيفتح شيء لان في هون كلاسيفايد 27 يوم مثل ما شايفين تحت، ما عم في حط عليها بعد 27 يوم ممكن يفتح سلاح جديد. بعتقد انا يفتح شيء مش اي ار ولا اس ام جي، يكون يمكن سنايبر اكيد لا، يمكن يفتح شيء ما بعرف، المهم يا فرد يا شيء شغلي هون بعد 27 يوم ممكن. فخلينا ننتقل لحتى نشوف هالاسلحه، لننتقل على الاسلحه على السريع ونشوف شو ضافوا لنا. لنا اعتبر فتنا على الباتل رويال حتى نروح على الجان سميث. هاي الوابن خلينا نشوفهم بالضبط. اوكي فاذا اول شيء الاي ار، اول سلاح وهو ريكومندد اس تي جي 44. الدمج تاعه منيح، الفاير ريت هون بالنسبه للاي ار. خلينا نعمل هيك، خلينا نحط حيلا اي ار هون لنعتبر نحن شو كنا عم نلعب بالاي ار، عم نلعب نقول ام سي دبليو حتى نقارنه مع الام سي دبليو، هيك بتصير فيه مقارنه. تمام طيب بنحط على سلاح الاس تي جي، بنشوف انه الدمج شوي عالي، الفاير ريت ابطا، بس عندك الرينج منيح والاكيورسي والايم عندك يعني افضل من سلاح الام سي دبليو ب 30 طلقه. خلينا نشوفه هيك، هذا الاس تي جي 44 بعتقد من فصيلة الكلاشن 30 طلقة. طيب لننتقل للاس ام جي لنشوف شو قصة الاس ام جي الجديد موجود هون. ستاتيك اتش في بيبلش ب 50 طلقة، فاير ريت كتير عالي، الدمج شوي خفيف والمدى خفيف، الاكيورسي الكنترول كمان خفاف شوي لانه اكيد ليكو ما في قبضه، يعني مثل ما بتشوفوا كانه بس 50 طلقه، يعني شيء رهيب جدا جدا. هي بدنا نحط له، اكيد بتحط له زند مش قبضه، زند، وبتحط له كمان شي جريب لتقدر تهديه لان ريكويله كثير عالي وفاير ريت عالي، فاكيد هذا حيكون للكلوز رينج لمسافات القريبة جدا جدا. ببلش ب 50، معقول يصير 100 طلقة؟ والله ما بعرف، يعني إذا ببلش ب 50 قديش حيكون؟ أكيد حيكون في يمكن 30 وحيكون في شي وحدة 100 لنقول. فهيدا هو الستاتيك اتش في سلاح الجديد، بدك تفتحه مثل ما قلنا بالباتل باس لحتى توصل لحتى تفتحه. خلينا نشوف شو في بالباتل رويال اللي منه مشتري اللعبة. عندك في شي اسمه سوبر ستور ريسيرجنس بخريطة أوركازستان، حلو. وعندك تور البلاندر، تور الغنيمة، وورزون بوت كامب، وهول نفس الشيء باتل رويال وريسيرجنس بعد الخريطة مثل ما هن الخرايط كلياتهم موجودين
اربع خرايط. اوكي شباب، هيدا بالنسبه للباتل رويال. طيب في ايفنت صغيره هون، خلينا نشوف شو هي. اذا حطينا مربع، هيدي ايفنت جديده يا شباب، حنشرح عنها ان شاء الله. هذا بالنسبه للسيزون الرابع، هيدي ما قدرت تسويها لان بدك تطلع توب 10 بلا ما تفوت جولاج 20 مره، قدرت 3، ف صعبة يا شباب، فما قدرت اوصل لهيدا مع انه حاولت كتير وكمبر كتير، بس صعبة بدها شغل وما قدرت اشتغل عليها. هيدا السيزون القديم، سيزون الرابع، هلا بالسيزون الخامس، وهول بعدهم هن زيتون الشامبيون الكواست، بس فيك ترجع كمان تسويهم، يعني حاطين لك اياهم فيك كمان ترجع تسويهم، فان شاء الله بيعدد وبنقدر نخلص هيدا. اما السيزون الخامس فعندك تحديات هون كمان حاشرح عليهم ان شاء الله. في شيء حيكون سهل وفي شيء حيكون بياخد وقت كتير، اللي بيحب يجمع هالالوان وهالحركات في يقدر، بس هون حاطين لك كمان اذا بتخلصهم كلهم بيطلع لك سكن تاني كومبليت اول وورزون سيزون 5 تشالنج بيطلع لك هيدا. طيب خلينا نرجع ننزل فيديو تاني عن شرح عن هيدا الايفنت بالسيزون الخامس، وكمان على الايفنت التحدي الاسبوعي كمان حنشرح عنه ان شاء الله. فاذا هات نشوف شو في بعد بالملتي بلاير، او خلينا ننتقل للزومبي للي عنده اللعبه مشتري اللعبه قد ما فاتحين فيها اشياء والله عم نضيع كيف نطلع. هيدا بالنسبه للزومبي، حادخل زومبي ونشوف اهم شيء اذا في شيء بالستوري فتح جديد، بس بعتقد بعد لهلا ما حيكون في شيء جديد. بتضغط دغري اكس هون وبتروح على الميشنز. وين الميشنز؟ هون. اوكي هون الميشنز، هون 100% 100%. ما فتح شيء جديد بالنسبه للزومبي ستوري، ما فتح، يمكن بعد هلا ما فتح، يمكن يرجع يفتح بعد من ما قلنا 27 يوم كلاسيفايد، ممكن يرجع يفتح اشياء. خلينا نشوف اذا في شيء بالجير، بركه ما بعرف اذا فاتحين شغله جديده عاملين شغله. هون ما في شيء، هون اكيد ما حيكون في شيء. ايمو كلاسيفايد ما في شيء يا شباب، كله موجود وكله بعده مثل ما هو. طيب هاي بالنسبه للزومبي، ما ضايفين شيء لهلا، ممكن يرجعوا يضيفوا شيء بعدين ما بعرف، بس لهلا ما ضايفين شيء. خلينا نشوف بالملتي بلاير على السريع، نشتري اللعبه نشوف شو في اشياء جديده او اشياء حلوه. دخلنا على الملتي بلاير، اللعب المشترك، سمول ماب، صار في سمول ماب تدخل عليها كذا خريطه. كود ووريور، حلوه. البيت، الطعم، كتروت، وهول هن زيتون. فاذا هيدا بالنسبه للملتي بلاير. في اشياء بعد اضافات، هات لنشوف الشالنجات حاطينهم هون ديلي. اوكي في اشياء هول ضايفينهم جداد، اي ام بي جرينيد، هول انتم عم تلعبوا بيخلصوا ما ضروري يعني تساويهم. وهيدي ديلي امبلم حلوه، ما في، بس كله ستيكرزات وكله حركات تجمعهم، ما في الا هالقنبله بعتقد الجديده. خلينا نشوف بالوابنز، كله خالص، كله كومبليت، ما في شيء. كومبليت كومبليت كمان كومبليت كومبليت، كله خالص. فاذا ما في عندك الا هيدي الجرينيد حاطينها، اي ام بي جرينيد، يعني اي ام بي هيدي اللي بتكب كهرباء بعتقد، فما في الا هيدي القطعه بتفتحوها وبيخلص كل شيء. اما هولي كلياتهم ستيكرزات، خلينا نشوف كلهم كلياتهم. والله في اشياء حلوه على فكره، هيدي حلوه، هيدي بتخلص 30 يوم ديلي تشالنج، 10 ايام 10 ايام 30 يوم 10 ايام. هولي هن هولي كلهم كومبليت. فاذا ما في عندك الا هولي كلهم ستيكرزات لحتى تطلعهم، ما في الا قنبله وحده. هيدا بالنسبه للارموري، شو فاتحين لك اشياء جديده. فاذا شباب هيدا هو السيزون باس، وهيدا هو الجديد يعني السيزون الخامس. برمه صغيره على السكنات، ما زياده، حلو هيدا احمر، عاملينه مثل سبارتا، ممكن سبارتنز، واذا بتعرفوا سبارتنز حلو، بس سبحان الله اللي رخيص اجمل جولد بيجي. هيدا اللي بده يشتري البلاك سيل، اطلع نشوف شو هاي، كمان محارب، كلهم محاربين. هي سبارتنز، هيدا عليه ريشه، واذا كان مشتري البلاك سيل لا بعتقد هيدا اجمل. فالبلاك سيل ما بعرف اذا بعد في شيء حلو بالبلاك سيل، هات لنشوف هيدا.
في فرق كتير، الا انه في شوي كهرباء خفيفة حاطين لك اياها. اوه سكن الانس، حلو حلو بريطانيا. سكن الانس ممكن نغيره سكن اللي متعودين عليه، لان كمان هذا حاطط طاقية الكاوبوي. خلينا نشوف هون مجموعة الحريم. يا ويلي مع كحلة سوداء كمان. شو هذا لبسي اصفر. فعندكم هولي كمان السكنين. طيب خلينا شو بعد في عنا، هيدا حلو، هات لنشوف. بس حجمه كتير كبير، جولد واحمر. لك البلاك سيل ما بعتقد يعني في شيء مميز، والله ما بعتقد ابدا انه في شيء مميز بالبلاك سيل، الا يمكن الفينشينج موف بعتقد حلوه حتكون. هيدي الفينشينج موف حلوه بالبلاك سيل، وبيطلع لك 1100 وبيطلع لك هيدا حلو. هيدا اي سلاح كمان، في تريسر اصفر، تريسر دخان اصفر، دخان اصفر. واو واو هيدا للسوبري 4-6. لك شو حلو كيف بتبرم، يا ويلي. لا هيدي حلوه عن جد البلاك سيل، هلا بهيدا سلاح بيضها صراحه. فينيشنج موف كمان، هيدي لما بتطلع دخنه صفرة. وهيدا اخر واحد. فاذا البلاك سيل صراحه ما في الا السوبري، يعني اللي بده يشتري البلاك سيل حيشتري كرمال السوبري. شيء كتير حلو والله صراحه، هيدا سلاح رهيب جدا اللي بده يشتري البلاك سيل، لان ما شفت شيء لهلا محرز الا هيدا، خصوصا السوبري. الاس ام جي كتير حلو، حاطين فيه بولت فيلوسيتي ودامج رينج، وما ببين على الرادار لما تذبح. طيب اخر شيء هولي، هات لنشوف كمان شو في هون. يا عمي ليش هيك منقيين كانوا ظاهرين من الاماكن المشبوهه؟ طب معقول هي عم بتحارب بجلد وبكولون؟ يا عفو الله. شباب خبروني تحت بالتعليقات اذا بدكم تشتروا البلاك سيل ولا لا، وان شاء الله بنزل فيديوهات ثانيه ومقاطع ثانيه على السيزون الخامس والتحديات الخامسه. يعطيكم العافيه، وان شاء الله بنشوفكم بمقاطع ثانيه.